مزج الموسيقى الشرقية بالغربية لينقل الأذن العربية إلى الطرب والإبداع الغنائي. حصل على درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى من المعهد العالي للموسيقى أكاديمية الفنون في القاهرة. الموسيقار الأردني وقائد الأوركسترا الوطنية الأردنية الدكتور هيثم سكرية، أول إشي نحب نبارك لك. الله يبارك فيك. أنا هذه جدا حديث الرسالة من شهر ألف مبروك، وإن شاء الله متمنى لك دكتوراه ثانية وثالثة ورابعة. الله يبارك فيك. شكرا دكتور هيثم. يعني أكيد هاي الرسالة رح تزيد للسيمفونية الأردنية أكيد حتما شيء كتير. احكي لنا عن هالرسالة. أول شيء يسعد صباحكم جميعا، شكرا لاستضافتي في هذا البرنامج وهي القناة الجميلة. رسالتي عبارة عن استخدام للألحان الشعبية الأردنية كأفكار بنائية لتأليف القصيد السيمفوني، وهو نوع من أنواع الموسيقى البروغرامية أو بروغرام ميوزك اللي ربطت الموسيقى بالدراما. يعني الموسيقى ما عادت مجرد للسماع والاستمتاع، هي تصور قصة معينة من خلال تسلسل سردي لقصة مكتوبة. في هذا العمل استخدمت أنا حوالي 20 لحن شعبي أردني معروف من شتى الأصول والمنابت الأردنية المعروفة اللي بتشكل النسيج الأردني. يعني كان الهدف منها أنه إعطاء المتلقي الأردني جرعة سيمفونية، لأنه ما تعودش على أنه يسمع موسيقى سيمفونية. بتعرف ثقافتنا يعني انحصرت على الأغاني ذات النمط الشعبي أو الوطني إلى حد ما. بنعطيه جرعة من الموسيقى السيمفونية ولكن بتخللها ألحان شعبية هو حبها وألفها من الوجدان إلى الوجدان، اللي تساعد وتساهم في أنه يحب هذا العمل وننشر هاي الموسيقى السيمفونية للمجتمع الأردني. يعني دور الموسيقى السيمفونية رح يرفع من الذوق الموسيقي للمستمع الأردني. بالضبط. يعني أنت عارفة أنه إحنا هون حتى ثقافتنا صارت حتى في مناسباتنا الخاصة، النجاح التوجيهي والزواج وأي مناسبة خاصة بيستخدموا الموسيقى الشعبية والوطنية. حتى كلمة وطنية يعني أحط تحتها خطوط، يعني لأنه صارت هي يعني أغنية مؤسسات أكثر منها أغاني وطنية عامة زي ما بنسمع بالأغاني الوطنية للبلاد المجاورة. طبعا نجاح يعني هي الأغنية الوطنية أو الأغنية الشعبية الأردنية نجحت بكل المقاييس، ولكن أنا بقول أنه نجاح هذا الكبير الساحق الماحق حال دون نجاح أي نمط موسيقي آخر الأردني. يعني حتى على مستوى الأغاني بتلاقي المطرب الأغني الأردني نجح في النمط الشعبي والوطني، لما يغني عاطفي أو إنساني أو اجتماعي أو ديني أو أي نمط آخر ما بينجح. يعني هو ظل في بوتقة المحصور في محدودية المحلية، ما طلع حتى للعربية من عشان نقول العالمية. هذا عكس المطربين العرب التانيين لأنهم هم قدموا أنماط مختلفة من الغناء أو الموسيقى. يعني الموسيقى الأردنية لا تزال محدودة إلا بعض المحاولات الفردية الشخصية، يعني مني الله أعوذ بالله من كلمة أنا وبعض الزملاء الآخرين اللي بنحاول أنه نقدم موسيقانا برا الأردن. يعني قدمت أكثر من عمل في عمان وفي مصر وفي سوريا وفي أمريكا. كنت أول أردني يقود الأوركسترا السيمفونية المصرية. نعم. في القاهرة. نعم. يعني هذا شيء غير مألوف. نحن بنعرف أنه بمصر يعني شيء كتير حلو أنهم بتعصبوا لحالهم. نعم، هم بالبداية أصلا كمان استغربوا لما أنا يعني قدمت نوت أني أقدم أعمال سيمفونية انه مؤلف اردني. احنا يعني ما الفناش انه يقدم مؤلف اردني ل انه يقدم عمل سيمفوني في دار الاوبرا المصريه. يعني فلما اخذوا النوت وشافوها انها تصلح وكذا شاركت. المشاركه الاولى هم قادوا اعمالي، المشاركه الثانيه انا قدت اعمالي في دار الاوبرا المصريه، وتوالت المشاركات بعد ذلك. كل سنه صاروا هم يحكموا انه تعالوا شارك معنا. فهي محاوله شخصيه فرديه اني انا انقل الموسيقى الاردنيه بس المختلفه نوعا ما. يعني الموسيقى سيمفونيه ولكن فيها النكهات المحليه الاردنيه والهويه الاردنيه من خلال تقديم الحان شعبيه اردنيه، ولكن في نمط اخر، نمط سيمفوني له ناسه وله المثقفين والمتذوقين اللي بيحبوا انهم يسمعوا الموسيقى السيمفونيه. تعتقد رسالتك رح تزيد المكتبة الموسيقية مش بس الأردنية والعربية بشيء جديد؟ بأمل من هذا الكلام، وأنا الحمد لله يعني حتى في مناقشة الدكتوراه يعني أشادوا كثير في الرسالة، مش لأنها رسالتي مكتوب عليها طبعا مرتبة الشرف الأولى. مرتبة الشرف الأولى يعني أكيد الحمد لله فيها. وأكاديمية الفنون في القاهرة كمان. يعني يعني العمل اللي عملته أنا هو عبارة عن قصيدة سيمفونية، يعني سيمفونية. القصيدة السيمفونية هو عبارة عن سيمفونية من حركة واحدة تعتبر. عمل ضخم
هو عبارة عن ما يقارب 50 دقيقة، يعني عمل سيمفوني في القالب العالمي لأي مؤلف عالمي بنسمع عنه في التأليف السيمفوني. ولكن المختلف فيه أنه في الهوية العربية بشكل عام من خلال استخدام مقاماتنا العربية وضروبنا العربية، وفي النكهات المحلية الأردنية من خلال استخدام الألحان الشعبية الأردنية. فهذا النوع من أنواع التأليف الموسيقي يعني يساهم جدا في رفع الذائقة الموسيقية عند المتلقي العربي بشكل عام. وهذا النوع من أنواع الموسيقى منتشر الحقيقة في العالم كله الغربي المتحضر، ومنتشر في بعض الدول العربية المجاورة اللي عندها أوركسترا فول هارموني متكاملة وعندها دور للأوبرا، منتشر هذا النوع، بيقدموا أعمال لمؤلفين محليين وبيقدموا أعمال لمؤلفين عالميين. إحنا هون في البدايات، فأنا أعتقد أنه هذا البحث وهذا العمل إن شاء الله سيساهم في وضع اللبنة الأولى أو الأساسية للطريق على محاولة، على الأقل محاولة التغيير لهذا النمط الأغاني ذات النمطية الواحدة الشعبية، محاولة تغيير شيء، محاولة يعني أنا عندي فكرة دائما بقولها أنه المتلقي الأردني مظلوم، يعني المستمع الأردني مظلوم لأنه ما عنده خيارات كثيرة اللي يسمعها، عشان هيك ما عنده غير هالأغنية الوطنية أو الأغنية الشعبية فحبها وألفها لأنه ما عنده خيارات تانية، وتعوده على هذا النمط من الأغاني هو السبب في عدم تقبله للأنماط الأخرى حتى من المطرب اللي حبه. يعني إذا بدي يجي أمثل لي بلاش أسماء، يعني مطرب بتلاقيه مشهور ومعروف وغنى وطني، لما يغني عاطفي ما بتقبل الجمهور الأردني، خلص شافوا بهذا التوب. فأنا بعتبر هذا 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 ضد نجاح الأنماط الأخرى، هو نجاح ولكن فشل بنفس الوقت، يحول دون نجاح الأنماط الأخرى. يعني نحن في البدايات زي ما قلت، بتعتقد سببه الأشخاص أم الدولة؟ يعني عدم وجود دار أوبرا في الأردن لغاية الآن مع أنه عنا أشخاص مبدعين مثل حضرتك ومثل يعني في ناس نحط الأسماء، بس في كتير طبعا موجود. فيه طبعا السبب نحن كأشخاص أو كدولة مقلة في أنها تدعم الـ والله شوفي، هو السبب للجهتين وأكثر من سببين كمان، يعني في عدة أسباب والعلاقة بينهم علاقة زي علاقة الأواني المستطرقة زي ما بنحكيها، يعني ما بتقدريش تلغي سبب عن سبب، كلها علاقة متداخلة في بعض، يعني على الفرد، على الفنان، على الدولة دور كبير، على الجهات المعنية بالثقافة سواء كانت حكومية أو شعبية، كلها معنية بالثقافة إنها تساعد وتساهم في تقديم. يعني غريب جدا إنه الأردن بشتى أصوله ومنابته وثقافاته وأيديولوجياته المختلفة محصورين في نمط واحد مثلا سواء بموسيقى أو بمختلف الفنون، والدراما برضو عنا مشاكلها لسه أكبر بالموسيقى عنا، يعني محصورين في أنماط محددة ضيقة جدا جدا، مع أنه شوفي قديش إحنا ثقافتنا الأردنية واسعة جدا نتباهى فيها برا، والدول العربية المجاورة تفتخر بالأردنيين فعلا وتشيد بالثقافة الأردنية، ومع ذلك تقدموا عنا في هاي المجالات. هذا يعني أنا بعزي سببه إلى الأشخاص بحد ذاتهم وإلى الجهات المعنية بالثقافة والفنون. في ملامح وفي بوادر يعني احنا من 4 سنين عم نسمع بدهم يبنوا دار للأوبرا، والله انا بسمع زيك وبنعرف مكانها براس العين اول رسم. صحيح صحيح، وقف بعدها مثل ما هي، احنا بنأمل يعني فعلا من 3-4 سنين سمعنا وشفنا انه في بدت الحفريات لاقامه دار اوبرا اردنيه، وبعدين توقف العمل في هذا المجال. ما بعرف مين المسؤول عن هذا الكلام، انا يعني بوجه يعني رجاء الحار باسم كل الفنانين الاردنيين والمثقفين الاردنيين والمستمع الاردني الى الجهات المعنيه انه وين هذا المشروع صار وايمتى بده ينتهي. يعني هذا اكيد راح يرفع من مستوى أكيد الثقافي الموسيقي عند المجتمع الاردني. اكيد طبعا طبعا، يعني تقديم اعمال ترتقي الى المثقف النوعي، وهذا المثقف النوعي موجود في الاردن اكثر من غيره من البلاد العربية، هذا حقيقة. يعني أنا مش إني بمدح لأن أردنيين، إحنا عارفين إنه المثقف الأردني مثقف راقي وواعي، ولكن للأسف يعني محصورين في بعض الأنماط الفنية بشكل عام والموسيقية بشكل خاص المحدودة، هذا هي مشكلة كبيرة الحقيقة. يعني طب هلأ بعد هلأ ما عملت الرسالة هاي فأكيد في عندك مشاريع جديدة. يعني هذا العمل اللي أنا عملته ثامن عمل سيمفوني بالنسبة إلي، معظمهم تم تقديمهم سواء في الأردن أو خارج الأردن. يمكن آخر عمل اللي عملته اللي هو بترا سيمفوني، إذا سمعتوا عنها، سيمفونية البتراء، تم تقديمها مرتين في الأردن، تم تقديمها في مصر وفي عمان، كانت برضو عبارة عن نفس النمط ولكن هو عمل مصغر شوي، كان يتألف من أكثر من مقطوعة، كانت الشروق في وادي رم والغروب في وادي رم والبتراء، يعني هي مقطوعات سيمفونية ذات قالب سيمفوني بعمل واحد. العمل الحالي لم يقدم بعد،
قدمت جزء صغير منه في أثناء مناقشة الرسالة يعني في مصر، ولكن هو عمل ما يقارب 50 دقيقة. الآن بأمل إني أستطيع تقديمه، وفي طبعا الآن مراسلات مع وزارة الثقافة، وتم أخذ الموافقة المبدئية لتقديمه إن شاء الله خلال 6 شهور قادمين، لأنه بيحتاج إلى يعني تحضير أكيد. كبير وعمل كبير، عمل ضخم جدا، لأنه راح أستضيف أوركسترا القاهرة السيمفوني مع أوركسترا عمان السيمفوني، ونعمل عمل يضم أوركسترا حوالي 80 إلى 100 عازف على المسرح. بعدين العمل هذا يتميز بميزة جديدة، هي إضافة جديدة حقيقة، البروغرام ميوزك أو الموسيقى ذات البرنامج اللي هي تربط الموسيقى بالدراما، ظهرت في أوروبا. أول ما ظهرت كان المتلقي يأتي إلى دار الأوبرا ويقرأ القصة، ثم يستمع إلى الموسيقى ويربط ما يسمعه بما قرأه. هذا نفس النوع، ولكن الإضافة اللي أنا ضفتها لأساعد المتلقي الأردني على تفهم ما يسمع بالقصة المكتوبة، برضو حتكون مكتوبة، أنه في داتا شو. يعني القصة هي تحكي عن قصة أردنية إنسانية، ما بدي أحكي كثير عن تفاصيلها، هي قصة أردنية إنسانية وطنية أيضا، لأنه برضو ما بقدر أنا أنتقل نقلة يعني كبيرة جدا للمتلقي الأردني. بدي أحاول أنه بالأغاني الشعبية اللي أنت حبيتها بدي أعطيك عمل جديد تسمع نفس الأغاني اللي أنت بتحبها، ولكن في نسيج سيمفوني، يعني عشان شوي نعوده شوي. فهذا العمل حيكون مرتبط بداتا شو تحكي أحداث القصة من محورها الأولى إلى محورها النهائية. يعني بعدين بحكي عن العمل بتفاصيله في لقاء ثاني إن شاء الله. مش هلأ. في عندك عمل رح تسميه ملك وملكة؟ نعم. ليش اخترت ملك وملكة؟ ليش دائما لازم نرمز King. للأشياء King and Queen. بأشخاص؟ لا شوفي، هو هذا العمل كينج أند كوين هو أحد الأعمال السيمفونية اللي عملتها، وكان هو مشروع التفرغ الإبداعي لوزارة الثقافة في العام السابق. اختاروني لأني أقدم عمل ضمن هذا المشروع، وأنا اعتبرته هو كإهداء لجلالة الملك وجلالة الملكة، لأنهم اللي أعطوني وكرموني وأعطوني منحة دراسية لأكمل دراساتي العليا في القاهرة. هذا سبب. السبب الآخر إنه هو اسمه كينج أند كوين، ملك وملكة، ولكن هو ليس قصة سياسية بالمعنى المباشر، هو قصة إنسانية تحكي قصة الملك والملكة من الهاشميين إلى الملك الحسين، مروراً بالملوك الهاشميين اللي حكموا الأردن، الملك الحسين ثم الملك عبد الله، وفيها نواحي فرح ونواحي حزن. يعني بصور وفاة الملك حسين الله يرحمه بموسيقى حزينة، وضمنها برضو أغاني شعبية أردنية حزينة هتتأدى بأسلوب حزين، وفي منها أغاني شعبية نفس الأغنية الشعبية هتتأدى بشكل فرح وبشكل محزن، ويعني فيها قصة إلى استلام الملك السلطات الدستورية. بعدين بحكي عن النسيج الأردني بشتى أصوله ومنابته، لأن استخدمت ألحان شعبية من أصول شامية وفلسطينية وشركسية وأرمنية وشمالية وجنوبية، يعني لميت كل النسيج الأردني بألحانه الشعبية ووضعته في هذا العمل. فهو اسمه King and Queen، وفعلا هو يحكي قصة الملك والملكة، ولكن يعني ضمن محاور تغطي كل المشهد الأفراح الأردنية في الأردن والملوك اللي تعاقبوا بالضبط. يعني موسيقى تصويرية وتوزيع وتلحين، برأيك أنه لازم يكون الفنان مبدع بهاي المجالات ولا أنه يتخصص في مجال واحد؟ هو التخصص مطلوب طبعا، يعني التخصص بطريق للإبداع والتميز أكثر من التشتت أكيد. يعني أنا كقسم تأليف بديت حياتي أول ما تخرجت بالبكالوريوس في صناعة الأغاني والتوزيع الموسيقي والموسيقى التصويرية لحد ما، ولكن الآن بعد إكمال دراستي العليا وحصولي على مرحلة الدكتوراه طبعاً لازم يصير في توازن ما بين حياتي كأستاذ جامعي وما بين حياتي كمبدع موسيقي، ويعني مش سهلة يعني أكيد. الواحد ما بدناك تقل بالأعمال الموسيقية أكيد. يعني أنا كأستاذ جامعي لحالها ما بتكفيني ولا ترضي غروري بإني أكون بس أستاذ جامعي وألغي إبداعي إني أقدم أعمال دائما في الساحة الفنية، وبرضو إني أكون مجرد إني موسيقي غير متميز بشهادته العليا، برضو هذا ظلم إلي لأني أنا حصلت على شهادة عليا. فبدها توازن إني أكون أستاذ جامعي ولكن بنفس الوقت يكون إلي تقديم أعمال بشكل دوري سنوية، ولكن يعني بدي أحاول إنها تكون أعمال نوعية جدا،
يعني تليق بالدرجه، مش بهيثم سكري، تليق بدرجه الدكتوراه. يعني اي واحد يحصل على درجه الدكتوراه يعني بيتامل منه او الناس تتامل منه انه يقدم شيء جديد، وخصوصا مع مرتبه الشرف الاولى. اشكرك. فمش بده يعني بده يكون عليك هلا عليك يعني حمل هلأ حضرتك او اي انسان اردني يعني يعني حس او سمع انه في اردني حصل على دكتوراه مرتبه الشرف الاولى في الفنون، بيتوقع انه هذا يساهم في اثراء الساحه الفنيه بشيء جديد. يعني اذا بده يجي ويقدم نفس الاعمال اللي كان يقدمها او نفس الاعمال اللي بيقدموها زملائه، ما الجديد في دراسته وفيما حصل عليه؟ فاحنا حصلنا على خبرات جديده. وطبعا اقامتي في القاهره انا يعني الدكتوراه اخذت مني 7 سنين. 7 سنين ما بين الماجستير، اول شيء دبلوم عالي وماجستير ودكتوراه لمرحله الدراسات العليا بالكامل، اخذت حوالي 7 سنين. فاقامتي بالقاهره 7 سنين طبعا بشكل مش متواصل كثير، بس يعني فصل دراسي كامل كنت يعني اقيم في القاهره. هذا هاي الاقامه في القاهره غير الدراسه كانت يعني من خلال احتكاكي في الوسط الاوركسترالي في دار الاوبرا المصريه والوسط الفني هناك، زاد من خبراتي وصار في تبادل ثقافي بيني وبينهم، واكتسبت خبرات جديدة واكتسبت أفكار جديدة أنقلها إلى بلدي وأنقلها إلى الوسط الفني الأردني. يعني أكيد الشعب الأردني بتأمل مني الآن إلى تقديم أو نقل هاي الخبرات للأردن، وأنا إن شاء الله أن أكون عند حسن الظن وأحاول أن أساهم وأترجم هاي 300 صفحة إلى أرض الواقع. لازم. إن شاء الله. بدنا نشوف لك مقطوعات موسيقية لحضرتك مع بعض. فرقة عمان السيمفونية، أوركسترا عمان السيمفوني. هذا العمل هو كونشيرتو للكمان، تم تقديمه مع أوركسترا عمان السيمفوني بقيادتي، والعازف اسمه نبيه بولس بوجه له تحية، وتم تقديمه أيضا في دار الأوبرا المصرية مع أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادتي، وكان في عازف أردني أخذته معي على القاهرة برضه نقدم عازف أردني سوليست كان اسمه باسل ثيودوري. هذا العمل كونشيرتو قالب عالم الكونشيرتو، يعتمد على فكرتين لحنيتين هذا القالب. يعني الفكرة الأولى كانت أغنية شعبية اسمها شباب يقوموا العبوا اللي بتعرفوها، ولكن بأسلوب سيمفوني. والفكرة الثانية فكرة مبتكرة جديدة، وتم يعني دمجهم مع بعض بهذا النسيج السيمفوني. كثير حلو. هذول كلهم شباب أردنيين؟ غالبيتهم أردنيين. غالبيتهم بتدربوا دائما عندكم محل تدرب؟ يعني في منهم طلاب وفي منهم أساتذة بيدرسوا الطلاب، ويعني أو في منهم أجانب وبعض العرب. نحتاج إلى يعني بعض الخبرات لسه مش موجودة عندنا، في بعض الحفلات نستضيف عازفين للآلات النادرة اللي مش موجودة عندنا في الأردن، بنجيبهم من أوركسترا القاهرة السيمفوني أو من أوركسترا دمشق السيمفوني في الحفلات. نعم. قدمت مجموعة من المقطوعات السيمفونية للأطفال. شو السبب؟ يعني واجبنا برضه، يعني واجبنا انه يعني الطفل احنا يعني بنحب نعامله على انه هذا القائد في المستقبل،
وهذا اللي بده يقود المسيرة في المستقبل سواء في أي موقع كان. ما بيصير نعامله إنه بده يضل طفل طول عمره. فبحب إني أقدم له أعمال ترتقي بذائقته وترفع من ذائقته، وأعمال تليق بقدراته. الطفل عنده قدرات إحنا مستهين فيها أحيانا، يعني الطفل عنده قدرات يمكن أكثر منا إحنا الكبار، يعني اللي نشأ على الإنترنت والكمبيوتر والعالم التواصل هذا الكبير اللي صارت العالم كله قرية صغيرة بالنسبة له، مطلع على كل الثقافات الأخرى. إحنا هون بدنا نقدم له شيء يليق بقدراته، ما نقدم له اللي إحنا أخذناه وإحنا صغار لأنه مش هيتقبله، عرفت كيف؟ فأنا يعني حبيت إني أقدم لهم شيء في رقي أو في يتقارب مع الثقافة الأوروبية اللي هو مطلع عليها وشوفها كل يوم من خلال الستلايت أو من خلال الإنترنت. هذا السبب. طب بدي بس أسألك، النقد الموسيقي بزعجك؟ وخصوصا إذا كان من أشخاص ما لهم علاقة، كتاب، خلينا نقول كتاب صحفيين ما لهم علاقة بالموسيقى. بالعكس، أنا شخصيا بتقبل النقد وبحب النقد، ومش بس هيك، أنا عندي وجهة نظر في النقد. طبعا النقد وليس الانتقاد. يعني في أحيانا الناس يعني يدعوا أنهم يعني بدهم يعني يحكوا رأيهم وهم بعيدين كل البعد وبيحاولوا يعني بنسميها بالعامية يفتوا. بالضبط، بدهم يدوروا على العيوب ويدوروا على، يعني مش هيك. أنا إلي وجهة نظر في النقد البناء. أنا لما أعمل أي عمل قبل ما يطلع على النور أو أول ما يتسجل في الاستوديو أو قبل ما أقدمه لايف، باخذ آراء حتى أولادي الصغار، لأنه ممكن هو ما يكون يعرف يعبر بالشكل الأكاديمي العلمي وهذا المطلوب، ولكن عنده وجهة نظر. إذا ما حب جزء معين من المقطوعة أو ما فهمها، يبقى في عندي خلل فيها، لأنه بالنهاية أنا الموسيقى أو أي مؤلف إذا بده يكتب موسيقى ما بكتبها للفنانين عشان يفهموها ويستفرد عضلاته أنه شوفوا أنا شو عملت. هو بالنهاية بده يقدم عمل للمستمع، إذا المستمع ما تقبل هذا العمل إذا العمل فيه خلل. فأنا بأخذ آراء كثيرة حتى لو ما عرف يعبر لي بطريقة، بس أنا بفهم شو قصده لما يقول لي هذا المقطع حاسه مثلا مش واصلني أو حاسه ليش فيه كذا ليش فيه كذا، بفهم من سياق كلامه شو العيب اللي في العمل وبصلحه. بالعكس، النقد البناء يثري العمل وبالعكس يهدف إلى تقديم الأفضل، طبعا غير الانتقاد. أكيد. ومع ذلك ما يعني هذا موجود وهذا موجود. دكتور هيثم، بس بدي أطلب منك أنا طلب. أمري. لو سمحت، أنت مسؤول عن وجود دار أوبرا في الأردن. هذا يعني هذا نحن بنتمنى ثوب اكبر من ثوبي. لا، انت قائد الاوركسترا الاردنيه الاردنيه وما عندنا مكان نقدر سنه، يعني دائما يعني على القليل على 3-4 مرات بالسنه ما عم نطلب شيء كثير زي العالم الثاني في العالم الثالث دول العالم الثالث على القليل يكون عندنا مكان نستوعب هالمبدعين الاردنيين هالفرق الكبيره. يعني انت لما تحكي 100 شخص بدهم يجوا، ما فيش عندنا مسرح في الاردن يستوعب 100 عازف. صحيح. للاسف عندنا كثير متفوق بالطب وبالعلم وبالمجالات كتير، لكن بالموسيقى ما زلنا زي ما قلت في البدايات. صحيح صحيح، أنا بضم صوتي إلى صوتك وبتأمل من كل مسؤول في كل موقع في الأردن في أي جهة ثقافة معنية بثقافة الفنون وإله دور في 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 بناء هذا الصرح المفروض يكون صرح عظيم فني ثقافي، بضم صوتي إلى صوتك وبطلب منه أرجوكم يلا نكمل، يعني نكمل مشوار، يعني بديته ووقفته شوي. للأسف. بعدين في مشكلة عنا الحقيقة، يعني في عنا أماكن سياحية مرتبطة بثقافات أردنية عالمية مش معروفة لدى الأردنيين. يعني أنا بدي أجيب لك مثال، في موسيقى مشهورة جدا عالمية لشتراوس اسمها سلومي، يعني يمكن كلنا سمعنا عن سلومي. مظبوط، سلومي موجودة برضو في كل الأديان. مين بيعرف من الأردنيين أنه سلومي والملك هيرودس عنا في مكاور؟ قليل من الناس، يعني معدوم العدد، معدوم. حتى الغرب يمكن ما بيعرفوا أنه هاي في الأردن، لأنه ما حدا بيروج لها، ما حدا بيروج لها. أنا في عندي مشروع قادم، يعني بديت فيه وصلت إلى يعني مراحل متقدمة في تقديمه، ولكن يعني العائق التمويلي والمادي حال دون تقديمه السنة الماضية كان مع وزارة السياحة. تقديم أوبرا لسلومي، ولكن مش اسمها سلومي، اسمها مكاور، المكان مكاور بشكل حلو. عام، لأنه قصة سلومي القصة العالمية الدينية الموجودة في كل الأديان تم تقديمها في كل دور الأوبرا في العالم وتناولها أهم المؤلفين شتراوس وغيره وغيره، هي قصة أردنية في مكاور حصلت هون، يعني ما بتبعدش عنها يمكن 50 كيلومتر. صح. على جبل مكاور، عرفت كيف؟ وأنا دعيت ناس فنانين من مصر مخرجين، ورحنا على الموقع
وطلعنا فوق وشفنا آثار هاي القلعة. تخيل لسه الآثار موجودة، والقبل اللي انحبس فيه يوحنا المعمدان اللي تم قطع رأسه من الملك هيرودس موجود، القبل لا يزال. يعني كان عندي أمل اللي جاب السيرة إنه معنا دار أوبرا، كان كانت الفكرة إنه نقدم هذا الحدث في موقع الحدث. إن شاء الله إن شاء الله. دكتور هيثم سكرية قائد الأوركسترا الوطني الأردنية، كل الشكر وألف مبروك مرة ثانية على درجة الدكتورة. وشكرا إليك ولذوقك، وشكرا لاستضافتي في هذا البرنامج. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. مشاهدينا بعد الفاصل رح تكونوا مع ميس والشيف غادة التلي.